اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللہ تعالیٰ دوبارہ بار بار ملائے اور ہم
تو آپ سے کلام پاک سننے کا مطلب موقع عطا کریں. میں حاضرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آج جس جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جو دینی کیفیت آج ہماری ہے اور ہم جو ہمارے دین سے جو تعلق کا اظہار کر رہے ہیں, اگر پانچوں نماز میں دل بھر کر ہماری حاضر رہی تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہم کو آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا. یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج موقع ہے ہم ضائع ہو جائیں, توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہیں, رجوع ہو جائیں, یہ بہترین موقع ہے. آخر میں ایسے مبارک محفلوں میں جہاں ختم قرآن ہوتا ہے, یہ حسرت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہم شریک ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حامل قرآن ہمارے مسلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. Oh.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.